وهنروح لاستعراض للحالة المرورية في بث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، والزميلة شيرين مجدي. صباح الخير عليك يا شيرين. صباح الخير يا دعاء، وصباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز. كما ذكرتي بالفعل من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بمحافظة الجيزة وتحديدا في طريق الواحات، بنتابع معكم مشاهدينا الحالة المرورية لليوم الأربعاء 12 من أكتوبر في هذه الفترة الصباحية، واللي بنلاحظ فيها من خلال متابعتنا للشاشات المختلفة وجود انسيابية مرورية في أغلب الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى القاهرة الكبرى، باستثناء بعض المناطق التي تشهد عمليات إصلاح أو توسيع بيكون فيها بعض الكثافات المرورية التي سرعان ما تزول عقب تخطي هذه المنطقة، واللي هنتابعها معاكم مشاهدين على هواء مباشرة، ونقول لكم على البدائل في الطرق لتجنب هذه الكثافات. وبنبدأ من الأوتوستراد، هذا يعني بنلاحظ في انسيابية مرورية للقادم من البساتين باتجاه المعادي والتجمع، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر انسيابية مرورية في كافة الحارات في طريق الأوتوستراد. بنتابع معاكم يعني الدائري أعلى البساتين، واللي بنلاحظ أيضا في يعني برغم من وجود بعض الكثافات المتوسطة لكنها متحركة ولا تعرقل أي شيء في الحركة المرورية، وخاصة للقادم من القاهرة الجديدة باتجاه، وكذلك أيضا من منزل محور الحضارات باتجاه المعادي، أيضا بنلاحظ في انسيابية مرورية في كافة الحارات خاصة بالدائري أعلى البساتين. بنتقل معكم لشاشة أخرى، وبنلاحظ في طريق محور 26 يوليو أعلى منطقة أرض اللواء، بنلاحظ بعض الكثافات المرورية التي سرعان ما تزول كما يعني كلما اقتربنا باتجاه ميدان لبنان، لكن أيضا على الاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان باتجاه أكتوبر بنلاحظ فيها يعني انسيابية مرورية تامة وواضحة في هذا التوقيت. بنتقل معكم لطريق آخر ودائري المنيب والقادم من المريوطية باتجاه المعادي، وكذلك أيضا الاتجاه الآخر انسيابية مرورية في كافة الحارات، وكذلك أيضا الوضع بالنسبة لنزلة البحر الأعظم باتجاه الجيزة انسيابية مرورية واضحة في هذا التوقيت. بنتقل معكم مشاهدينا لمنطقة أخرى، وهي منطقة بتشهد أعمال يعني أعمال إصلاحات في أعلى الدائري، خاصة متجه إلى المريوطية القادم من أكتوبر باتجاه المريوطية، أيضا في مطلع الصحراوي باتجاه المريوطية في القوس الغربي بالنسبة للدائري، بنلاحظ فيها كثافات يعني مرورية في هذا التوقيت نظرا لعمليات الإصلاح، لكن الاتجاه الآخر بنلاحظ فيه انسيابية مرورية واضحة المتجه إلى طريق الواحات، لكن يعني هذه الكثافات سرعان ما تزول كما توضحها في الشاشة الأسفل منها عقب تخطي مرحلة أو يعني منطقة الإصلاحات، بنلاحظ فيها انسيابية مرورية بعد تخطي هذه المنطقة على طول. طيب يعني أيضا كذلك الوضع بالنسبة لمنزل المريوطية أيضا للقادم من المنيب أو القادم من المعادي أيضا باتجاه أكتوبر، بنلاحظ أيضا في انسيابية مرورية في هذا التوقيت، لكن لتجنب هذه يعني الكثافات المرورية في هذا التوقيت وتجنب عمليات الإصلاح، بننصح يعني قائدي السيارات بأن يسلك الطريق السياحي، وده اللي بنلاحظه هنا في هذا المكان، يعني بنلاحظ فيه سيولة مرورية واضحة واللي هو امتداد طريق الواحات بيوصل لدائري المنيب، ممكن منه نزلة البحر الأعظم للمتجه إلى الجيزة أو بيكمل للقاهرة الجديدة والمعادي وما إلى ذلك، بنلاحظ فيه انسيابية مرورية واضحة وده بيكون أفضل من أن يسلك الدائري أعلى منطقة المريوطية. أيضا بالنسبة لمنزل المريوطية القادم من المنيب باتجاه الرماية والاتجاه الآخر أيضا بنلاحظ فيه انسيابية مرورية واضحة، ودي اللي كانت واضحة معانا في الشاشة اللي قبل كده لما قلنا منزل المريوطية باتجاه الرماية كما توضحها هذه الصورة في هذه المنطقة بنلاحظ فيها سيولة مرورية. بنتقل معاكم أيضا لأعلى محور رود الفرج القادم من كورنيش النيل باتجاه الصحراوي ومحور الضبعة والاتجاه الآخر سيولة مرورية، وكذلك أيضا الدائري في هذه المنطقة المتجه لإسكندرية الزراعي أو الوراء، وأيضا بالنسبة لطريق السويس المتجه إلى محور الثورة أو المتجه إلى الشروق والرحاب، وكذلك أيضا منزل المعادي باتجاه محور الثورة سيولة مرورية واضحة في طريق السويس. وبختم معاكم مشاهدينا من العاصمة الإدارية في محور بن زايد الجنوبي سيولة
عجله مروريه وانسيابيه مروريه سواء المتجه للعاصمه او المتجه الى القطاميه. من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور واللي لاحظنا فيها انسيابية مرورية واضحة في أغلب الطرق والمحاور الرئيسية. بعود إليك دعاء في الاستوديو مرة أخرى. شيرين، شرح كافي ووافي، جزيل الشكر ليك على هذه الجولة بين أبرز المحاور المرورية. شيرين مجدي زميلتنا ومراسلة إكسترا نيوز، جزيل الشكر ليكي.